المواجهات ما بين الفريقين. هنا الانطلاق أمام المرمى، بل في المرمى، برادة يسجل للجزيرة، عبد العزيز يدون أول أهداف العام الجديد، أول أهداف الفورمولا في 2014. شوف اللقطة اللي ما فيها تسلل، ما فيها تسلل، سددها وفي المرمى سجلها. براد بكل عزيمة وإرادة يسجل في مرمى الشارجة، يسجل في مرمى محمد يوسف. أول الأهداف، أول الأطياف، أول اللحظات، أول الصور الجميلة بسادس هدف في الدوري عن طريق عبد العزيز برادة، والنتيجة بالتالي 1-0 لمصلحة الجزيرة.